أهلا بيكم. أوقات كتير بنبقى عايزين ناكل حاجة ونتسلى بيها، أو ساعات بنحس بالجوع بين الوجبات، أو عايزين ندي لأولادنا حاجات خفيفة تكون مغذية ومفيدة وتخليهم يصحصحوا أوقات المذاكرة. أفضل اختيار هو المكسرات. ليه؟ لأن المكسرات فيها عناصر غذائية ودهون غير مشبعة مفيدة جدا لصحتهم وصحة وظائف المخ كمان. طيب، في أسئلة كتير هتيجي على بالنا، يا ترى أجيب أي نوع مكسرات؟ طيب ولا أجيبها نية ولا متحمصة؟ طب هل القيمة الغذائية بتختلف؟ ده اللي هنعرفه مع بعض خلال حلقتنا النهاردة. يلا بينا نبدأ. نادراً لما بنلاقي حد ما بيحبش المكسرات، ومعظم الأطفال بيحبوا كمان المكسرات بمختلف أنواعها. طيب لو أنا عندي مشاكل أو ما بقدرش أكل المكسرات دي أعمل إيه؟ هقول لكم دلوقتي على طرق كتير نقدر ندخل فيها المكسرات جوه أكلنا من غير ما تكون عندنا أي مشكلة. طيب نجاوب بقى على الأسئلة اللي إحنا سألناها، يا ترى المكسرات النية أحسن ولا المكسرات المتحمصة؟ المكسرات النية أحسن بكتير من المكسرات المتحمصة. طب ليه؟ لأن المكسرات المتحمصة بيتضاف عليها ملح أو ساعات بهارات، والمملحة دي بتكون فيها نسبة الصوديوم بتبقى عالية، وده مش صحي للجسم خصوصاً لمرضى الكلى والكبد. كمان حابة أقول إن المكسرات ممكن تتاخد على إنها وجبة هايلة خفيفة. طب أنواعها إيه؟ عندي أنواع كتير من المكسرات، عندي البندق وعندي الكاجو وكمان الفول السوداني، ففي أنواع كتير جداً من المكسرات حلوة ومفيدة. كمان هي حلوة جداً خصوصاً للناس اللي هي عايزة تقلل وزنها وبتعمل دايت، بس يكون بحساب لأن الأكل الكتير منها بيزود في الوزن عشان سعراتها الحرارية عالية جداً. كمان المكسرات ممكن أكلها بأشكال كتير، أول حاجة ممكن أضيفها للحليب، للشوفان بتاعي، ممكن أدخلها في العصاير، ممكن أنقعها شوية الأول في مية دافية وبعد كده أحطها جوه العصير فبتتفرم معايا وما بحسش خالص بالقرمشة بتاعتها. كمان ممكن أحطها على سلطة الفواكه والكوكتيلات. أكل قد إيه من المكسرات بحيث إنها تديني القيمة الغذائية المفيدة اللي فيها، في نفس الوقت جسمي ما يتضرش وما يزيدش في الوزن بسبب سعراتها الحرارية العالية؟ أول حاجة باخد على قد كفة الإيد في اليوم الواحد، يعني أنا دلوقتي هاكل لوز أخد قد إيه الكمية دي بالظبط؟ قد كفة إيدي بالشكل ده كده، ده الكم اللي أنا أقدر أكله طول اليوم. طيب ويكون إيه كمان؟ يكون بديل للبروتين، يعني أنا لو أكلت فراخ أو لحمة البروتين الطبيعي بتاعي يبقى أخد نص الكمية، ما أخدش نفس الكمية. هل الشوي اللوز ده أو الكم ده كافي ليا؟ آه طبعا كافي، لأن على قد كفة الإيد دول بيحسسوك بالشبع لفترة طويلة وبيساعدوا كمان إن أنت تقلل من وزنك. ده غير بقى الفوائد الكتير التانية زي إنه بيحسن من صحة القلب وبيقي من أمراض كتير. طب وإيه كمان؟ إيه بقى أنواع المكسرات وفايدتها؟ عندنا أنواع كتير. أول حاجة الفستق، والفستق ده أوقات بيتسمى بالفستق الحلبي، ده أكتر أنواع المكسرات الصحية. بسبب إيه؟ بسبب إنه هو موجود فيه ألياف كتيرة جدا، وفايدة الألياف دي إنها بتزود الإحساس بالشبع والامتلاء. طب ال 100 جرام من الفستق فيهم قد ايه سعر حراري؟ فيهم حوالي 567 سعر حراري. ال 100 جرام دول على فكره كميه كبيره، انا ما ينفعش اكل 100 جرام في اليوم، لازم كم اقل زي ما قلنا على قد كفه الايد. طيب في نوع تاني من المكسرات اسمه الجوز الحلبي. الجوز الحلبي ده بنسميه في مصر عين جمع. طب بيتسمى ليه الجوز؟ لانه شبه الجوز الدماغي، شبه المخ، بسبب شكله اتسمى بالشكل ده، ومليان بالدهون الغير مشبعة وكمان عنصر البوتاسيوم، وفي حمض مهم جدا اسمه حمض الفوليك. طب فايدة حمض الفوليك ده ايه؟ اول حاجة بيسهل حركة الامعاء، يعني ما بيجيليش حصر هضم او امساك. تاني حاجة بيحمي القلب والاوعية الدموية، ده غير انه كمان فيه عنصر المغنيسيوم. طب فايدة المغنيسيوم ده ايه؟ المغنيسيوم ده عنصر موجود بينشط العضلات، وكمان بيأثر بشكل كبير بفايدة للجهاز العصبي. ال 100 جرام بقى من عين الجمل فيه حوالي 654 سعر حراري. ثالث نوع من المكسرات، والنوع ده مشهور جدا في الحلويات خصوصا على الحلويات الشرقية في مصر وفي كل الدول العربية، وبيبقى مشهور قوي كمان في شهر رمضان، اللي هو اللوز. اللوز نوعين، فيه لوز حلو ولوز مر.
طبعا كلنا بنحب الحلو، لكن عايزه اقول لكم ان اللوز المر مفيد اكتر من اللوز الحلو. وعلى الرغم ان اللوز الحلو هو اكتر حاجه بتدخل في الحلويات بتاعتنا، لكن يفضل ان احنا نستخدم اللوز المر. طيب ينفع استخدم اللوز المر كده على طول؟ لا ما ينفعش، لازم احط عليه الاول ميه سخنه واسيبه فتره علشان الطبقه اللي عليه تتشال. الطبقه دي فيها حمض اسمه الحمض السيانيني، وده مضر. كمان اللوز المر لقينا فيه ان نسبه كبيره من البروتين، ونسبه الدهون اللي فيه اقل كتير من اللوز الحلو، عشان كده المفروض ان احنا ناكل اللوز المر مش اللوز الحلو. كمان اللوز بيبطئ من تطور سرطان القولون وكمان سرطان الرئه. طيب ال100 جرام من اللوز فيهم قد ايه سعر حراري؟ فيهم حوالي 612 سعر حراري. تمام، خلصنا كده اللوز. طب في مكسرات تانية؟ في الفول السوداني. الفول السوداني على فكرة من المكسرات الحلوة جدا، لأنها من عائلة البقوليات، يعني بتكون جوه التربة وشكله بيبقى شبه البسلة، وده أكتر نوع من المكسرات أقدر أستخرج منه زيت. زيت فول السوداني ده بيحتوي على عناصر كتير جدا وغني بيها، زي الحديد وحمض الفوليك، عشان كده بيدخل في علاج أنيميا نقص الحديد. كمان بيعمل حاجة مفيدة جدا، بيخفض من مستوى الهوموسيستين. طب الهوموسيستين ده ايه اللي بيحصل لما بيزيد؟ الهوموسيستين ده لما بيزيد بيسبب انسداد في الشرايين، وبالتالي بيعمل مشاكل زي أمراض القلب، خصوصا المرتبطة بالنقص في حمض الفوليك وفيتامين B6 وB12. طب ايه تاني ممكن اتسلى بيه زي المكسرات؟ البذور. على فكرة البذور فيها قيمة غذائية عالية جدا، معروف عندنا في مصر البذور دي يعني اللب. في عندنا بذور اليقطين، وده معروف باللب الأبيض. طب فوائده ايه؟ اللب الأبيض فيه حوالي 35% من الدهون الغير مشبعة، وكمان كالسيوم وحديد وفيتامين بي والزنك، كل دول بيساعدوا في توازن السكر في الدم، وكمان بيزودوا الخصوبة عند الرجال، وبيحسن من الذاكرة، وبيحسن كمان من خلايا الجلد. وكل 100 جرام من اللب الأبيض بيكون فيه حوالي 632 سعر حراري، يعني ينفع أكل لب أبيض بس لازم نقلل من الكمية. كمان في معلومة عايزة أقولها لكم، إن إحنا ما ينفعش نزود من أكل اللب، لأن أكل اللب بفترة طويلة بكمية كبيرة ده بيأثر على المفصل بتاعنا وبيعمل فيه انزلاق، فياريت ناكل الحاجات المفيدة بس بكميات قليلة ومناسبة. في كمان بذور عباد الشمس اللي هي معروفة عندنا باللب السوري، وده بيبقى شكله. اللب السوري أو اللب أو بذور عباد الشمس ده من أقدم أنواع المكسرات، وقيمته الغذائية عالية جدا لأنه مصدر مهم للبروتينات، وغني كمان بالميثيونين، وبيساعد على تقليل الكوليسترول. كل 100 جرام منه بقى فيه حوالي 567 سعر حراري. طب في مكسرات تانية احنا نسينا نتكلم عنها زي البندق. البندق في دراسات اتعملت عليه كتير أكدت إن النظام الغذائي اللي بيكون فيه بندق جزء منه بيخفض من نسبة الكوليسترول، وكمان بيقلل من الدهون الثلاثية، ده غير إنه بيزود من فيتامين د. وكل 100 جرام من البندق فيه حوالي 628 سعر حراري. في كمان المكسرات دي اللي معظم الدول العربية بيحبوها هي الكاجو، ويا ريت نجيب الكاجو اللي مفهوش ملح علشان نقلل نسبة الصوديوم اللي موجودة فيه. الكاجو فيه عناصر غذائية مهمة بتحسن من مستويات الدهون اللي موجودة في الدم، وكمان بتقلل ضغط الدم. وكل 100 جرام من الكاجو فيه حوالي 565 سعر حراري. زي ما خدتوا بالكم كده ان المكسرات فيها دهون غير مشبعة، والدهون دي مفيدة جدا للجسم وبيحتاجها. كمان المكسرات غنية جدا بالفيتامينات والمعادن اللي بتحافظ مش بس على صحة الجسم، لا كمان على نضارة البشرة وصحة الشعر، ومفيدة جدا لمرضى السكر وضغط الدم، خصوصا لو كلوها بحساب، يعني كمية بسيطة زي ما قلنا كده، بتكون وجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية. وفي نهاية الحلقة ياريت نحافظ على المكسرات والبذور تكون جزء من يومنا،
لكن بالكمية اللي المفروض ان احنا ناكلها. ويا رب اكون قدرت اوصل لكم قيمة المكسرات وفايدتها، ودمتم بأفضل صحة وأطيب حال، واشوفكم في حلقة جديدة من برنامج بيت ساره.